مع الحديث الخامس عشر، وهو بعنوان كراهته رفع الصوت بالقرآن إذا كان من حوله يتأذى به. عن البوادي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن المصلي يناجي ربه عز وجل فلينظر ما يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه أحمد ومالك والنسائي والبيهقي وصححه الهيثمي. لعل ذكر هذا الصحابي جديد علينا، هو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسؤال الحلقة نبذة يسيرة، اذكر نبذة يسيرة في التعليقات عن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. نص الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون، يعني لعلها كانت صلاة نفل، وقد علت أصواتهم بالقراءة، يعني هذا يقرأ وهذا يقرأ، فقال صلى الله عليه وسلم: إن المصلي يناجي ربه عز وجل، والله تبارك وتعالى سميع قريب سبحانه جل وعلا يسمع المصلي وبماذا يدعو ويستجيب سبحانه جل وعلا، ولا تختلط عليه الأصوات سبحانه جل وعلا، فلينظر ما يناجي ولا يجهر، وهذا نهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، حتى ولو كانت تلاوة القرآن لا يجوز لأحد أن يجهر على الآخر بتلاوة القرآن، فهذا يقرأ سرا وهذا سرا حتى يستطيع كل منهم أن يخشع وأن يتدبر كلام الله سبحانه جل وعلا. الآن نحفظ كلمات الحديث. عن البياضي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: إن المصلي يناجي ربه عز وجل فلينظر ما يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. عن البياضي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: إن المصلي يناجي ربه عز وجل فلينظر ما يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. عن البياضي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: إن المصلي يناجي ربه عز وجل فلينظر ما يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن.